نروح بقى خلينا لموضوع نروح الأغذية. لأزمة حقيقية كبيرة جدا يمكن العالم كله كان بيتكلم عليها، وهي الحرائق الضخمة في غابة الأمازون بالبرازيل، خاصة طبعا بعد فشل رجال الإطفاء في السيطرة عليها. الأقمار الصناعية رصدت خلال الأسبوع اللي فات أكثر من 9500 حريق داخل غابات الأمازون، واللي طبعا شهدت 72 ألف حريق خلال 2019، ده بزيادة عن السنة اللي فاتت اللي وصلت ل 83%، وده كان معدل الحقيقة مخيف وليه أضرار كبيرة جدا على البيئة وعلى العالم كله. ليه ناس بقى مهتمة بموضوع غابة الأمازون؟ لأن الحقيقة غابة الأمازون دي بتحتل مساحة أكتر من 5 مليون كيلو متر مربع، وبالتالي بيطلق عليها كده رئة الأرض، لأنها أكبر مساحة من الغابات المطيرة في الكوكب، تقريبا بتنتج 20% من الأكسجين في الغلاف الجوي، وبتساعد طبعا بصورة كبيرة جدا على مواجهة أزمة الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون، واللي بيعاني منها طبعا العالم منذ سنوات طويلة، واللي زيادتها قد تؤدي زي ما حضراتكم عارفين لكوارث بيئية بيتحدث عنها العالم طبعا باستمرار، فضلا انه طبعا في جزء وشق تاني انساني متعلق بازمه الحرائق دي، رغم انتشار حرائق الغابات في معظم العالم، لكن في خصوصيه خاصه لموضوع الامازون، لانه الحقيقه هي موطن لاكثر من مليون من السكان الاصليين للغابات او الانديجينس بيبل، الناس اللي لسه بيعيشوا يعني في اغلب خلينا نقول المناطق عيشه بدائيه جدا، صحيح. هي اقرب للحياه البدائيه الاولى، وبيتخذوا من الغابات موطن معيشه اليوم كامل، عايشين وسط الغابات في تفاعل وتناغم كامل مع الطبيعه، وبالتالي طبعا الحرائق وانتشارها بهذا الشكل بتؤدي الى تهجير للملايين، واحيانا موت واختناق كمان الملايين، وطبعا التاثير كبير جدا زي ما حضراتكم عارفين وبنشوفوا حضراتكم الصور دلوقتي مدى الماساه، صحيح. خلينا اقول لحضراتكم كمان زي ما انتم متابعين معانا في الصور، الحقيقه اللي هي فعلا بتمثل ماساه للعالم كله، عشان كده كان في عدد كبير جدا من نجوم العالم في مجالات مختلفه اعلنوا دعمهم لمحاولات انقاذ غابات الامازون وحزنهم طبعا على الحرائق اللي بتحصل. من ابرزهم كان المطربه الامريكيه مادونا واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونتمنى احنا كمان ان الازمه تنتهي ويكون في حل عالمي سريع لوقف الحرائق واللي بتنهي طبعا على غابات الامازون. وزي ما قلنا لحضراتكم اعتقد ان هي تبقى نقطه نقاش في قمه السبعه الكبرى المنعقده على مدار هذين اليومين. انت قلتي يمكن تناولتي فكره الاهتمام العالمي من حيث طبعا الشخصيات العالميه الفنيه طبعا والرياضيه وغيره، لكن الحقيقه كمان في اهتمام خاص بالنسبه للسياسه، لان الموضوع اصبح بيحمل شق سياسي. امبارح تحت الضغط الدولي رئيس البرازيل بولسونيرو اعلن تحريك قوات الجيش في محاوله للسيطره على الحريق، وده يعني خلينا نقول تغير كبير، لانه الحقيقه كان بيتهم دوليا ومن كمان ابناء البرازيل بانه ان لم يكن قد ساهم بشكل او باخر في اندلاع هذه الحرائق فهو يعني غض الطرف عن اللي بيحصل في محاوله طبعا لاستهلاك الغابات دي واعطاء الاراضي حتى يتم إقامة عليها مشروعات زراعية لرجال الأعمال، فبالتالي تحول الموضوع لقصة سياسية كبيرة. حصل ضغط أوروبي من الرئيس إيمانويل ماكرون، ورد عليه الرئيس البرازيلي قال إنه دي طبعا تغطية لأفعال استعمارية، وبالتالي الموضوع بدأ يخش في جدل سياسي. أوروبا هددت بإلغاء بعض الاتفاقيات التجارية مع مجموعة الميركسور اللي طبعا أبرزها البرازيل، وبالتالي تحت الضغط بدأ يتم تحريك قوات الجيش، وترامب كمان أعلن عن نيته المساعدة. احنا بنقول لكم وبنرصد لكم كل طبعا الأبعاد المختلفة، أزمة بيئية لكن أصبحت أيضا ليها شق سياسي وضغط دولي كبير في هذا الإطار، أزمة كبيرة حقيقي. طيب نروح دلوقتي بقى ممكن سمر هتودينا الخبر برضو مختلف الحقيقة.